متوسطة جدا الحقيقة الحظوظ، مانيش قاعدين نشوفوا في مردود باهي وما نتصورش الحقيقة باش نخلطوا الحاجة باهية وكهو، إن شاء الله ربي معاهم وكهو. الحقيقة لا ما كانتش متوقعة حتى طرف، أما من اللي بدا الماتش ما لعبوش بالكدا، دونك سيتي أتوندو أون فان كونت، أما من الأول كان في بالنا عندنا حظوظ باهية كمان، فوالا. والله أنا حسب ما سمعت العدواني ولا شكون ما حطوش يلعب هذاك. ها العيدوني حطوش يلعب، قال كذاك كان حطو هذاك يعمل قلايب للفريق وكل شيء، هذيك اكبر غلطه قالوا عملها. ليه هما يعطيهم الصحه بارابور للاخرين، اما كانوا ينجموا يعملوا حاجه ما خير معناها الحقيقه. النيفو ما كانش هو، ما نعرفش علاش، ان شاء الله مره جايه خير وكا. الحقيقه نشوفوا خطا من المدرب، كان نجم يهبطوا قبل معناها دقيقه 90 زيد. اي اسرار في كان ينجم يهبطوا قبل الحقيقه دقيقه 90 سا سيغا ريان زيد معناها، فهمت؟ هو تصريح يوسف المساكني كي حكي كيفاش خيروا المدرب، الحقيقه هي كوزينه انتر نورمال ما يحكيهاش يوسف المساكني، اما عنده الحق معناه هو باش يبرر موقفه كلاعب باش يظهر اللي هو راه هذا كل خطا نتاع المدرب اون فان كونت في الاخر معناه ما يجيش ما حقوش حكي معناه. الحقيقه كان سلكناها كان سلكناها، تونس ماركي واحد ومالي صفر على جنوب افريقيا، ان شاء الله زيد الماركي وحيد على الاقل وحيد نخرجوا على الاقل واحد واحد تعادل. انا عجبني اداء المنتخب المغربي يعطيهم الصحه ويكثر خيرهم، الاخرين متوسطين، مصر سيغتو مش طياره، اما المغرب يعطيهم الصحه بصراحه، ان شاء الله يواصلوا كيكا وان شاء الله ياخذوها هما الكوب. انا نشجع بعد تونس المنتخب الجزائري، نحن اخوان وخاوه خاوه 1 2 3 فيفا لارجيري. يعجبوني في المنتخب الجزائري رياض محرز والبلايلي ويعطيهم الصحه وكاو يلعبوا بالقري عندهم الجرينتا كوروا بالقديت بارك الله عليهم. نتوقع يكون يا عند الجزائر يا عند تونس، وان شاء الله عند تونس وربي سهل.